أنا وناكسن إذا لهنتي مصاحب يال سود هذا برنامج كنا حكوا سوق عن دونا هادو إبن كنا نغلا نيكي أها نوح تاني أو ما أنت أقود بيجي إذا ما دي إس إن إم سيدو كلا تو جرادة بيش البانتا وعيد الأمرين إن الفرما هتلاقيها كيس كحاضرين إسلامر كنا عيدا كا دي سيدا حق درا كسود دولي إن إس كليان ده كلا تو أدي أي نفير نو متكم ده جرادة بيش البانتا ولا جاد عبد الرشيد أيوة وشيء إن بعنا سومالان كودو أوك إيه ربان إن بعنا بر إن بوتلان أو أجرتو جروه أو أجرتو لابو قول صدر إستح كيلومتر إيه حوانا يعني دون إن هكا أيضا دقال تيقا إكو خبسان سيدو كلاتو إيه دمد إسينا إكو سنينهين أوك إكو سنينهين جوميس إسلامار كانا إيه دون يان إسلامار كانا وحكيار تونس ديت كيلومتر وجان مركب داي انت بعناها اي سومالا هاونا يسو جروي سو انا كم فوزين او سمك انا ما دام اي اوغ نوجر تو تونس ديت كيلومتر ما انا دا قانو برامج كا واحد مرتكو اسمك انا الى كان ديك دونو وري ابشر او كو خيل دايره سياسه دا اي جيس افريكا ابي سدو وانو واي صاحب وانو واي ابشر اي واحد درتا ما انت ان نحتاني يريدما الترا بدن وهو جامين يسوق جاري المجال هذا أوك سيدوك أنا تلعن قاعدة إذا وراح كسو جيدو إلى هذي وإن أيضا كا دي شقاق قبطان أيضا كقانا كسو عسوق شيء وإن إنها دول كسو مال كم كان تاسو أول جودو قبل كسول وإن حريان بكرة تو إس إس سي بالفلسطيني أي كسو بحنا وعيان واحد دار وينهم إن دار القرار ما كان محد مرسوم تعرف هذا إن أرهن تاسيد دوان ورسو على هايو إن نوح تاني كلية مصر بوقن إن أوك إذا ما دخلوا سكان الميليشيات كسو ماريلان وحاكلوا وهلي وزيركا إن أرمها جودها هي أمنجا إن محمد كاهين بالسعودي إن بوقشاد وحيد دار هنايت إن دي ريجليا الميليشيات كلا كسو كان مجال هذا أوك سيدا وكلنا أي كبريان الميليشيات كو إن دوان وير كقاعد دونان إن جوميس إلا أنا إيش عندهران مجال هذا إن جروي سألوا من سومالي لان واحد لو كم قد مالها سومالي لان وحد دكتور بيش لو يقان إساق بيش هسي سومالي لان انت إس إس كتر سنعيد وحي لبحين بيش لحد ومعناها ضد هاي بيل عن النجا هاي مدحوين من نقوم كرتو مدحوين كفيل من نقوم كرتو وزير كجاش عن نجي يترياش إذا ما من نقوم كران مركا صدح يا صدنا سنة بيش عاد لحد وحي كل دقل نقم هاي ضد كإس إس سولي سنة عين دقل وحي كل نقم هاي عدالة دره ووحي ربين إن سومالي لان لكن ليه أو بيل لحلة oo munaanta kuwad beesha dhaxayle lahay ayay dadkani kamid ahaayeen 33 sano shacabka SSC waxay diideen dulmiga ay ku hayeen een muxuu ahaayay een beesha dhaxay ku haysay ayay ka geylameen tii waxa weeye tii waxay sababtay in SSC ay kacaan cali kacaanki buluuga dhalinyartii een ka kacday dulmiga iyo xaqdarada lagu hayo shacabka SSC waxa wuxuu isku bedelay kacaan ciidan oo hubaysan heer la gaaray waxa way ciidamadii Soomaaliland in laga saaro guud ahaan SSC laguna ku samxu ahaay oo saaxiib dirta in ciidamada SSC ay ku sugan yihiin gumeys isla markaana taliya Cabdi Madobe geesigii madobe wuxuu sheegay xalay wareys uu bixiyay in micnaha aysan ahayn xuduudka isla markaana inta badan la sheegay in Ingiriis ku xariiqay inaysan ahayn gumeys oo ay tahay durab burcad dureedkeeda marka marka afiiriso magalato wasiirkeena sidoo kale to nuxtaane waxa ay sheegay in micnaha lagu soo duulay Soomaaliland isla markaana maray culis waxa uu ku sheegay inay ku soo duuleen la doonay in micnaha gobolka Sool laga xoreeyo dadka heystaan marka حنو كلام في اليوم إنترنت تليه مذاوق عليها ما هو أهم بق مشهد أخص منها جميس ما هن بناها ماشي حدود أساسية ما كنا تون ما كنا نروح إليهين سلو كلا تو ما أهم وإنا حورنا صح قبل كسور ما كنا أرنت أيضا بحكي عن صباح أرنت عس إن هذا الكوكو الله تليه عبد مذوق هنتي تليه ورئيس دار أوسي حالي محوها وربهنتا مجال الله سبحانه وتعالى سكان هذا الكوكو شغل رمروي إن حدك SSC أما بيشة وحوله البهنتي حدك وحوله البهنتي إساء إلا إنجريزكو ولو يصومالي حلقوا يمالي كنتم سنة كبضا نمو جوغي صومالي إنجريزكو حلق يربو جوغي حلق يربو جوغي إنتو سنة من إنجريزكا بيلاها صومالي إساء إلو البهنتي ساسي أودا دقنايين إدرس أهايين مركا بيلكستا أم كذي حد كذي ولا يقاني حدك SSC سيدو وحوله تريع عبد المدوو الشاغي واللبي قاتما وحونا الشاغي ورئيس كو شاغي een inay qaateen baaqi ama amarka garaadada askar ahaan askartu waxaan rabnay buu yiri inaan anaga aan sugno on gaadno libi gaatamo oo ah xadka SSC laakiin anaga oo xushmeeyneyna codsiga iyo baaqa garaadada wax garadka SSC ayaan ku hakanay gumeys
مركا حكا اس اس سي قوميس ما هو اللي بيقاطع لكن يلا الى علينا يا با يعني باقا يا رتسي وقضياش اللي تيح قليليو اي عيدا مضو كوحكا دين قوميس لكن سومالي لان ميليشيات كموسبيحي هذي هالبس طولت حق قوميس وصور هذان الا برعي اللي بيقاطع مالا صعونا يا واحد دلتا ان ما انت قادر قارك مدي عليك وعيش لين إن عنا ما دام عندك أو كسران سمال لان الدوليان إلي قبطان إلي عند ماذا كسران قول أو عند ماذا كسران أو سلمان كان سمال لان واحد شيئين إلي قبطان دونان دول وجرتو ما كلي على عبرهان كيلومتر كلي هذا صح بقول صدّن يسدح إذا كان إيسي كجيران مغالدو أوك سكور فديان وحكيان طويس جيت كيلومتر ماركا أقول هاي إنتي أنا نغلسو الدول لها أو إنتي أنا نغلسو الدول لها إسلا ماركا السومال وير نغلسو قادي لها سو كما حبونا عيها سو قنا ددك الله عليها إنا أيها ضيال قادان ماركا تعمركا حتى أوصل لها ونو نغلسو أوجيان دون طايق وحكا لو ديكتو إن بنا سومال لان maanta ciidan aad u badan ay ku soo dadbinaysay magaalada Oog waxa jirta muqaal baraha bulshada macnaa qabsaday markaan wiil yar oo la yaraa oo carray marka xaskiga video wiilka yaraa carray markii dadkan labada gaariga saarnay aad u badan uu ka qabsaday sababta uu yahay mid kooda siyaasiga aha mid kooda tani aha ee ka badan 32 sano inaa dagaalamay hadii inaa maxabiis u yahay والله يسوع يسوع منها مركز دغيره وسقولية وكلتها إن قبل الصول وحرجها إلى معها ساحب ونركا العنو جاير الجارية وراد كاسك طوري هذا موسى بيحي يا محمد كاهن نوح تاني واحد أيضا ويجا عنكو هيا نمالي إن دور كون وحوي وإن دور بقول ومحبيس وإلا لح بقول ومحبيسة أيام قال الله سبحانه الله وهايا كون يشان بقول ويدي ماتي أنت كنا لو حوي وي في الحالين مركا إن هو بوحي يستينا والله يا قبطي مركا إن عنو جيرة بحسنا يا دلي إن عرورتنا إس إسكولا كسر رافين وحي كنتو سيسا وعد الله صور راف عنو جيرة كسو جاري إسكا طوري وقرد يا وليبا إن حبض الولد يقول بضانته وهي مقالك أنت دم على ماركة لكن وحال أركي أنا جو جاري إسكت طوري وأردية ماركة واحد ضد كان اللي يرتنا ضاي صور وريان وأنا اللي يرس برعية هرجيسية بورا ملأ إسكول هذا أي كسر رافين وين ماركة أنا جاني وأجي هاي أنا جنبه كعقلبان مسبيحي ينوح تاني أنا جاني يري عرية كعقلبان وايو وحو أجي هاي سمال إن هي جبتي إن تلياش وحوي ووينا إصدق صدق مصنع إذا ما سمال إن تلياش وع إن أي محبسين الله والله هيو مركب عنو جن وحو جرن وعي وحو قطعي أيوم مسبيح جرن لايه نوح تاني جرن لايه محمد كاي جرن لايه مركب عنو جن إن مركب ضبط كان محبط صي سواد الله صوالة خصمه ما أنت مركب عم فيرنا محمد كاهن نوح تاني أسكت إله لين قياس أهم لا بقول يكون تنا أسكري كمان بنين ميليشيات كلها لين أسكري أنا أوران لا بقول يكون تنا ميليشيات كمان بنين هذه أسكر بدن أو حوي إلى دوا بعيد دوا ده سنة هاي لهاي وهركو ملف كم وقنايو كام مرة يكون قوانا هاي سير وحوي شعب كإس إس سي يعني ما إس إس سي وخو خيان وو بجيان كام مرة على وو قوانا لها إن يوم أهرتلا تبون بالأركين ما هو صح معلمي يعني كسب صح على maanta waxa booqday tani nuux tani sidoo kale to wasiir kaayn marka dagaal steel ma aysan qaadin Soomaaliland marka maxay ka sirta dambeysa sirta ka sabab sirta Soomaaliland ma hada jir ay booqdan oog hadana aysan ciidamada Soomaaliland ay soo dagaal qaadin sirta ka dambeysa waxa weey horta nimankani maashi ciidanku ma hayaan inta yarayde haday inta baxsatay ee firqatay inna waxa weey gacan libaax bay iska dhiibeen oo tree of foreign bay isku dhiibeen inna waanta waxa weey xoog lagu soo celiyay marka booqashadan faraha badan ee madaxda Soomaaliland waxay ku tusaysaa meeshan in milishiyadkooda moral aysan ahayn moralka loo dhisaaya niyada loo dhis inay niyad is way brainwashing baa lagu wada iyo guwaabi iyo wax lagu wada in dhirigelin baa lagu wada marka taasa sabab oo inay ku soo noqnoqdaan hadii ay ciidan meesha maanta ku hayaan markaba way soo rogaad celin lahayd laakiin janis ACC isku diyaariso ku tababashayso hub hor le waxa ila gaal ka ay boosaas uga yimaado maysan siin lahayn ee tan waxa sabab u ah een soo noqoshaan faraha badan ee madaxda Soomaaliland waa dhiri gelin kaliya ay ku eegtay ciidan ay weerar ku qaadan ma hayaan haday hay lahayn kol hore ay qaadi lahayn janis maysan siyeen SSC ee santa abshir ee waxa kala daawadayaal aan la wadaagi doonaa in minaha dagaalka ee ka socda oog mise qorshaha cusub ee markaana istaraatiijiga ay dejinayso ee ciidamada Soomaaliland xabada afkan bay ka dhicin SSC sidoo kale waxay difaaca ee SSC sidoo kale to difisida ay ka soo baxeen wixii xubaha ina ku soo kordhinno loo doonaa hadii aad channel ka ku soo tahay
aan ka codsanayaa inaad ku soo birto kamid noqoto saaxiibada kale ee qoraxda leh. Hadaba rajteen aad